استكمالاً لخطة وزارة نقل بإعادة تأهيل الخطوط الحديدية السورية وعودة الحياة إليها، تتابع الشركة العامة للخطوط الحديدية السورية أعمالها في تأهيل خط حلب حما. رصدت كاميرا قسم الصحافة والإعلام الإلكتروني في حلب واقع العمل في محطة الأنصاري. تابع تقريرنا التالي. بدينا من حلب باتجاه حما بالصيانة، اشتغلنا الخطوط اللي خربها الإرهاب، والحمد لله رجع الخط سليم ان شاء الله، ورجعت مشيت القطرات، وان شاء الله بمشي القطار للشام بجهود عمالنا وعمال السكك كلياتها، عمال انشاء الخطوط الحديديه. احكينا شويه عن الشغل. والله عم نركب الجباير تبع السلالم عشان نوصلهم ببعضها. طبعا بعد انجاز العمل على محور حمص دمشق بالكامل، تم البدء بمحور حمص حماه. الإنجاز المسافي المخرب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة البالغة بحوالي 8 كيلومتر، بالإضافة إلى محطات تركيب 6 مفاتيح من محطة حماه إلى حلب وصولا إلى الأنصاري. بذلك يكون العمل على محور حمص حلب قد تم بالكامل. خلال يومين سيتم فتح محور دمشق حلب بالكامل. الإصابة الحمد لله، جيت أسوي الزحافة ألبت على عريدي وإصابتي أكلت، وأنا ما بشكي غير من الله، والحمد لله على الصحة والعافية. نحن نشيل الوطن، نحن كل شيء، ونحن نعمره. مديرية مسؤولة عن تمديد الخط الحديدي في كافة أنحاء الشبكة بالسورية. حاليا نحن بمحطة الأنصاري اللي هي عم نمد الخط الأخير بهالمحطة بطول 950 متر، وورانا إذا بنشوف آلية التمديد اللي هي آلية البلاتو، تم صيانتها بأيدي وعمال سوريين من الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية. في المراحل الأخيرة من أعمال إعادة تأهيل خط حلب دمشق، الحقيقة العمل تم على عدة مراحل. المرحلة السابقة كانت من محور حمص دمشق، أنهينا بنهاية الشهر الثامن، تمكننا خلال فترة من إعادة تمديد حوالي 25 كيلومتر. المرحلة الحالية هي من حمص إلى دمشق، كمان قمنا بتمديد ما يقارب 5 كيلومتر، بالإضافة إلى تركيب جسرين فتحة 6 أمتار، بالإضافة إلى تركيب مفاتيح بعدة محطات. مثل ما لكم شايفين هاي الآلية، يعني ممكن هالآلية من حوالي عام ونصف بسبب عدم يعني ارتفاع شبكة الخطوط الحديدية بين حمص وحلب، قمنا بنقلها على آلية لودر على طريق خناصر، وكان الموضوع يعني صعب جدا، وكان موضوع نقله بواسطة لودر خاص تابع للمؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية. والحمد لله خلال هالفترة هي قمنا بتنفيذ مشروع هالآلية، قامت بتمديد تفريعة الحصويات بحمص وأعمال تمديد من حمص إلى دمشق، وحاليا عادت على الخط الحديدي من حمص إلى حلب. الخط بالنسبة لصيانته بمراحله الأخيرة، تقوم حاليا أعمال الصيانة النهائية لرفع الخط وتجديسه ووضعه ضمن مناسيبه النهائية. إن شاء الله مع بداية العام القادم ان شاء الله يعني الامور يعني ماشيه بشكل جيد. نتامل يعني الفتره الزمنيه، خلال فتره بسيطه ان شاء الله الخط راح ينحط. هذا الموضوع طبعا استثماره بيعود للمؤسسه العامه للخطوط الحديديه السوريه.